قبل الختام يعني انت تفرغت فتره من الفترات للتاليف ممكن نلقي بعض الضوء على مؤلفاتك الفت روايه هذه الثريا فأين سهيل فأين سهيل وكتاب اخر يحوي مجموعه مقالات صدى المعاني هل من مشاريع قادمه كتب قادمه نعم <applause> الحمد لله ثم الحمد لله إذا ما التبر حك على محك تبين غشه من غير شك فبان الزيف والذهب المصفى محمد عندنا من غير شك صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام التأليف والكتابة وقبله القراءة هما أنس الوحيد إذا كان هناك من يأنسني فلا يأنسني كما تأنسني الكتابة وقبلها القراءة وخير جليس في ال... نعم أعز ما كان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان, في الزمان أو في الأنام كتاب القراءة ليست مزاج بل انما هي عمل. هناك من يقرأ مزاجا هي القراءة على عدة أصناف توصيفات قراءة للقراءة وقراءة للبحث وقراءة للمزاج. إذا كنت أقرأ في أول الليل للمزاج وتسلل إليها النوع الثالث وهو البحث فأثق أن ليلتي قد انتهى نعاسي فيها لتصل الصبح وانا لازلت على نشاطي في ذلكم ما في ذلكم الذي اقرا. انا اعيش مع من اقرا ولمن اقرا. لا اقرا وانا اقرا بصفه الغائب لا بصفه الحاضر. فلما كتبت روايتي هذه الثريا فاين سهيل وجدت في مسرح ال صفحات القراء في في نفس الرواية مساحة ليخرجوا من عالمهم إلى عامل العالمي الذي أردته أن يكون هو حيث, حيث أنا أردته وكثيرين ممن قرأوا من بينهم الدكتور حسن والأستاذ خالد وغيرهم ممن قرأوا قراءة جنونية لما ولجوا إلى, الـ إلى, الـ إلى الرواية وبدأوا يدخل في عالم الذي انا اردته ان يكون مفروضا على القارئ ان لا يكون في مكانه بل يتركه الى حيث انا اريده لم يلبثوا الا وصاروا اسراء حتى ينهوا الصفحه الاخيره من الروايه وقد تاخذ منهم يوما او بضع يوم فياتيني فيما بعد يسالني اهذا الذي كتبته خيالا ام حقيقه؟ قلت لماذا؟ قال لم أستطع أن أقول إنه خيال أنت جعلت مني أرى الأشياء وأشارك فيها كيف فعلت بذلك؟ لا يكون هذا إلا حقيقة وأنا أرفض الإجابة له ولكم أن أقول, هذا أن أقول هذه حقيقة أم خيال لكن أقول المحمدة لله تعالى ولحسن قراءتي التي وصلتني إلى أن أخرجك وأنت تقرأ لما أكتب من مكانك إلى مكاني وهذه فلسفة الكاتب فأنت لما تقرأ مثلا إلى مصطفى صادق الرافع وحي القلم ماذا تقول يقول لك أنت لابد أن تترك مكانك ملزما لست, لست, لست مخيرا لتكون معي في المقهى لتشاهد هذه الحسناء الفاتنه الحزينه كيف ترقص لترضيني وتتقطع حزنا اني اراها وهو يصفها اذا كيف لي انا ان اكون ابن هذا الكاتب لاصبح فيما اكتبه يعني يقترب من هذا المعنى فلا شك هذه مسؤوليه القارئ الجيد. القارئ الجيد هو عمله نادره. الكل يقرا، لكن ان تجد في مدينه واحده قارئ جيد فهذه العمله التي تحتاج الى شغل. فان وجدته اذا حمل قلمه ليكتب فانه لن يكتب نسخه مما قرأ بل سترى شيئا اخر. هناك كتابين هما الاول جاهز سبحان الله في الغالب كتبي لا تجد سهولة في البلاد لماذا؟ لأني محسوب من قبل القراء يعني سين من الناس فأنظر إلى ما كتبت هل يضيف شيئا لمن أريده أن يقرأ كتابي إذا كان نعم فإن الكتاب سيخرج وإلا فلا هذه ليست إخراج الكتاب للإخراج بل إنما للفائدة كتاب آخر بطبيعة الحال هذا ضمن منهج التعليم لأنني إذا كنت هناك قد حصرت عدد المفردات العربية السواحلية المشتركة 1370 كلمة الآن صار أكثر من ألفي كلمة إذا هذا الزائد من عدد الكلمات المكتشفة يحتاج إلى إلى جزء ثالث وهذا الذي أشتغل عليه وبأسلوب متطور أيضاً علمًا أن هذين الجزئين الآن يعاد يعني صياغتهما ويخرجان مرة أخرى كطبعة ثانية مضافة أيضاً فبالتالي الأزرار الحروف على الجهاز تعمل بحميميه طيبه